هنالك أفراد وصلوا إلى الحقيقة في قضية الإمامة انكشفت لهم الحقيقة كثير من العلماء عندما يطالعون عندما يقرؤون يصلون إلى الحقيقة ما يحتاج يطالع كتب الشيعة هذا من لطف الله سبحانه حتى اللي يطالع كتب الآخرين من خلال كتب الآخرين يمكن أن يصل إلى قضية الإمام الإلهي ما يحتاج يطالع كتب الشيعة هذا من لطف الله من رحمة الله أنه جعل الحق واضحا كثير من الأفراد يصلون إلى الحقيقة تنكشف لهم الحقيقة، ولكنهم يتخذون موقف الجحود، موقف المكابرة، لأنه الإذعان بهذه الحقيقة صعب عليهم، هذا الذي ألف منهج معين، منهج الآباء، منهج الأجداد، هاي قضية كلش مهمة، في هؤلاء المتحولين الذين تحولوا راجعوا قضاياهم، هاي القضية كلش مهمة، واحد مرة وحدة ينقلع عما ألفه، الانتقال عن المألوف جدا مشكل، مرة واحدة يأتي ويرى ان طريقه الاباء والاجداد كانت خاطئه. هذا التحول صعب الى ابعد الحدود. بعدين اكو هنالك مصالح في القضيه. واحد عنده مجموعه من المصالح الاجتماعيه، الاقتصاديه في الايه الكريمه مودة بينكم في الحياة الدنيا واحد عنده شبكة من العلاقات الاجتماعية أقارب عنده إذا واحد أذعن بالحقيقة اعترف بهذه الحقيقة كل هاي شبكة العلاقات تختال لازم يروح يقعد في بيت في بعض الأحيان يمكن واحد له مقام اجتماعي يفقد ذلك المقام الاجتماعي. الاعتراف بالحقيقه، الاذعان للحقيقه، سواء كان اذعان خارجي عملي، او كان اذعان قلبي، كلاهما صعب. ولذلك كثير من الافراد وبالذات العلماء يصلون الى الحقيقه، يشوف الحقيقه، ولكن يكابر يجحد يعاند العجيب كما قلنا لا يعاند عمليا فقط يعاند نفسيا ايضا ما يريد يعترف بالحقيقه حتى في قلبه اكو هنالك افراد هكذا نعم عندنا قضايا كثيرة في هذا المجال، الأفراد الذين انكشفت لهم الواقعية ولكن ما عندهم شجاعة الإذعان لهذه الواقعية، وهذا امتحان إلهي، امتحان إلهي عسير